اللغة العربية مهمة جدا 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 في تعلم الدين. حدين عام دلو بشلاها عربو ما تعام بديز عن عبو اتخذ جي شاعت عنوي. اللغة العربية ليست لغة العرب فقط. اي عربو ما تأي عربو جناغي اتيري بيبات ميوت. اللغة العربية هي لغة كل مسلم. اي عربو ما تأي بق أوجا مصو بوصل دين موات بويز. لا يمكن أن نفهم الإسلام فهما صحيحا إلا بدراسة اللغة العربية. ويدين تين مدر وقيت خارج دلها قيت ويش ويشاتهم أز عربو موات تاني. اللغة العربية لغة سهلة. تحقي عربو موات أهت بويز. الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذا الدين. تحق الله هو هردين أهت نوين. علينا فقط أن نسلك نتعلم. دعوين تعدك هدو يحلها تصدق عام دردق.